إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أو بي كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في القناة الأخرى التعليمية اللي هي أو بي إيديوكاسيون. معكم إدريسي عمر إبراهيم، استشاري في الهجرة معتمد وعضو في الهيئة ديال الاستشاريين اللي سميتها لو كوليج دي كونسلتون اون إيميغراسيون اي اون سيتوينتي. اليوم 6 يوليو 2022 تم سحب 1500 مرشح من نظام الدخول السريع، لو سيستيم الكترونيك دو جيستيون دي دوموند لا ريزونس بيرمانونت اللي هو لونتري اكسبريس اللي كان دخل حيث تنفيذ 2015. فاخذوا 1500 من بعد عامين، تقريبا 2020 كانوا كيهزوا فقط مترشحين مقاطعات، يعني البي سي بي بروغرام دي كونديدا دي بروفانس. اليوم كان صرح بها الوزير الهجره الكندي فريزر، كان قالها في افريل، قال لهم راه غادي نبداو ان شاء الله في السيمانه الاولى ديال شهر جويلي غادي نبداو في سحب سميتها لي بروغرام ديال العمال المؤهلين والعمال المهارة وسميتها وفئات التجربه الكنديه. دونك اليوم هزوا مجموعة ديال 1500 فرد اللي كان عنده البروفايل ديالو في لونتري اكسبريس 1500. والنقطه اللي اعتمدوا عليها واللي عنده 557 فما فوق. وزارة الهجرة نورمالمون ملي كان هاد التيراج ديال البروغرام فيدرال دي ترافايور كاليفيي، بروغرام فيدرال دي ترافايور دو ميتي سبيسياليزي و سي او سي، فكانوا كيهزو فقط من مترشحي المقاطعات. كل اسبوعين كيهزو، اوكي، كل اسبوعين كيهزو. فدابا جات الفرصة لانهم لا روبريز ديال يعني إعادة الانتقاء من انتقاء مترشحين الموجود البروفايل ديالهم داخل لونتري نظام ديال لونتري اكسبريس. هاد الجوج اللي اختاروا وهما بروغرام دي ترافايور كاليفي وكذلك لا كاتيجوري دو اكسبيريونس كنديان. وكيف شرحت لكم ديك النهار على ان دارت واحد موسيون اللي كانت ساعه لوا سميتها بروجي دو لوا 44، بروجي دو لوا سي 19 44، يعني الدوره 44. ف قالوا لانهم غادي يغيروا واحد التغيير جذري النظام ديال الدخول السريع، ما غيبقاش يحسبوا بالسكور، لانه لقاو مثلا واحد عنده فرنسيه وانجليزيه وعنده دبلوم عالي ونقاط كيتهز ولكن محتاجينوش، ما غيعمرش يوم الخصائص اللي عنده. وكاين اللي كيجيو كيخصو بحال دابا الاطباء والصيادله وليزانجينيور اللي خصهم يخدموا كوم انجينيور ولا ميدسان، كيلقاو مشكله في هذا الدومين لانه مقنن. فكيف قلت لكم ديك النهار انه قريبا يا اما شتنبر او اكتوبر غادي يفصحوا على تفاصيل التغييرات التي ستطال نظام الدخول السريع اللي غيولي كيف قلت لكم يرشحوا الهجره ديال الناس الناطقين باللغه الفرنسيه الى باقي مقاطعات من غير الكيبيك، وكذلك غادي يشجعوا سميتها الناس يمشيو للمناطق الغير الاهله بالسكان، وغادي يركزوا كذلك على المهن اللي كانت سو ريبريزونتي، يعني ما كانش داخله في اطار دخول السريع بحال السي والدي وسميتها. وهادشي كامل هادشي كامل الهدف الوحيد هو انهم خاصهم يعمروا الخصائص اللي كاين، وغادي يديروا واحد لا ليست ديال دي كاتيجوري اللي غادي يبينوا فيها ويسميوها على ان هذه هما
ils seront identifiés comme secteur اللي فيهم الخصاص وركزوا في لامونسيون النواب ديال بجوجهم ديال شامبر دي كومون وكذلك ديال السينا قالوا لهم وركزوا مزيان على القضيه لان هي اللي فيها الخصاص. قالوا لهم خاصكم تزيدوا بعض المهن حتى اليدويه باش هاد الخصاص اللي كاين نواجهوا، مثلا المسائل اللي عندها قطاع عندها علاقه بقطاع الصحي بحال ايد سوانيو مثلا بريبوزي بينفيسير ترونسبور المهن اليدويه سميتها كاين بعد سميتها المهن ما كيدخلوش السي ودي ما كانوش كيدخلوا اصلا في لونتري اكسبريس. وقبل ما نختم عندي واحد نصيحه للاخوان، وانهم ينوضوا يخدموا على رؤوسهم دابا اللي ما ديرش تقييم ديال شواهد الدراسه ليفالواسيون دي ديبلوم ديتود، راه هذا هو الوقت خصكم تنوضوا ديروها. اللي ما عندوش امتحان ديال اللغه خصو ينوض يدير امتحان ديال اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه، بصح الفرنسيه ديرو ديرو تي اف كندا او تي سي اف كندا، والاخرى عندهم الانجليزيه. الى درتهم بجوج كان رائع وجيد وافضل الى درتهم بجوج. اوكي الى درتهم، لان شوفوا يكتب لكم كتاب يقول لكم على ان مقاطعات اللي خارج كيبيك فهي مقاطعه بيلانغ ما كايناش. حتى نوفو برونزويك حسب احصائيات ديال 2016 فلقاو يلا 32% اللي كيهضروا الفرنسيه، ولكن الا مشيتي للمحلات مشيتي للشارع الخدمه راه كيهضروا بالانكلي، قليل اللي كيهضروا الفرنسيه. اما المؤسسات العموميه هذيك بار لا كونستيتيون لي دو لونغ اوفيسيال او كندا سي لو فرونسي اي لا لونغ اونغليز. اذا الاخوان واحد المقاطعه باغا تجيب بعض العمال وراه يخدم بالانجليزيه، والانجليزيه من العوامل ديال الاندماج ومن العوامل تساعد المشغل وتشجعه على تشغيل الاجنبي. ممكنش انت نعطيكم مثال، مثلا واحد خدام في ريستورون او سرباي او سودور او شيفور او فرملي وما عنده وباغي يخدم في مقاطعه انغلوفونيه ما ممكنش ما غاديش ينجح الا خدم اللغه ديالو الانجليزيه. راه اللغه الفرنسيه ما كتوكل حتى 10 ديال الزريعه فرنسية في كندوب بها في البلادات ديالنا حنايا اللي استعمروها الفرنساويين، كنهضروا في لا فرانس اون فرانس في بلجيكا سويسرا والكيبيك الصقعه هادشي اللي كاين. هو الا عندك بجوج كيكون عندك واحد التميز لا ديفيرونس في لا ديفيرونس اللي كتكون بيلانغ. اسمح لي بيلانغ حائق حقيقي كيف يقولوا كي هذه مزيانه كتنفعكم اخوان. خدموا اللغه الله يرحم بها الوالدين، ما ديروش اخطاء ديالنا حنا. انا شخصيا فاجئ لقيت مشاكل كبيره في الاندماج سوق العمل لانني لم اكن اجيد كان يعني مع الانجليزيه ولكن كنت كان بريكولي. ما خصناش البريكولاج، خصنا لا ميتريز كنت عارف تعرفها. ولاحظت واحد القضيه بزاف الاخوان اللي كيجيو مثلا في دومين كيطلبوا اللغه الانجليزيه ودومين اللي كيخدموا بليزوتي بالانجلي بحال لي ديفلوبور، ودابا لا يعقل ديفلوبور انفورماتيسيان كيخدم ديال روسيا بلونغي ومسكين ما كيعرفش بزاف الانجليزيه. اذا دابا راه بداو كيهزو من لونتر اكسبريس اليوم بالضبط هزو 1550 1500 وسميتها ورا قريبا غادي يتبدل هادشي ان شاء الله في سبتمبر اكتوبر. عاوتاني نعاود ناكد لكم الله يجازيكم بخير، اللي ضعيف في اللغه الفرنسيه يمشي يدير دروس تقويه في اللغه الفرنسيه، اللي ضعيف في الانجليزيه حاول تقرا الانجليزيه، واخا تقرا الانجليزيه واخا تقرا الفرنسيه راه كاين حوايج اخرين خصك ديرهم اون باراليل اللي غيفيدكم في هادو هما اصحاب القنوات ديال تعليم اللغه الانجليزيه المعقوله، ماشي هادوك اللي كيقول لك غتولي تهضر في سيمانه ولا جوج. نو 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 نو
راه ملي غادي تقرا راه خاصك في دارك، تهضر بالفرنسيه وبالانجليزيه. راه لا انت من في الصباح انت من النعاس وغتمشي للحمام خاصك تنوض وتقول غنمشي مثلا هكا تعطي مثال واخا بانال مي سينيفيكاتيف كتهضر بالانجليزيه. واخا هما اللي الدار يقولك تسطيتي يقول لهم خليوني انا سير مسطي. خاص اللغه تكون كتشمها بحال الاكسجين. خاصك تبغيها لان هي اللي غتوصلك واحد الهدف ديالك. قد تسمع غير الانجليزيه الافلام ما دير السوتيتراج نو كيخرج عليك. طلق ودنيك، طلق ليكوت ديالك يكون مزيان، لوديتيف يكون مزيان. هضر بها، كتب بها. البروغرامات اللي عندك في البي سي ديرهم بلونجلي، لا زابليكاسيون تيليفون كلهم ديرهم بلونجلي. دخل في لي فوروم، سير الفيسبوك، دخل بزاف ديال بدا تكتب، بدا دير ريزوميشن ديال تيفونار بلونجلي وحداك ديكسيونير. مرة استعن بالديكسيونير ديال لا زابليكاسيون ولكن ما تعولش عليه بزاف. اوكي اخوان، راه النصيحه اللي كنقولها لكم حنا راه ما بقيناش نقولها لينا. خدموا الانجليزيه، الله يرحم والدي، خدموا الانجليزيه، خدموا لا لونغ انجليز، خدموها مزيان. هي راه احسن من الفرنسيه بألف درجه. ولا كنتي كتفهم الفرنسيه ومزيان في لونغلي، تعلم الشينويه او الاسبانيه. ايوا سيدي، تبارك الله عليكم، شكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.